على بعد أقل من أسبوع عن انطلاق الانتخابات الجماعية والجهوية، تنتظر ساكنة مدينة أزلال بترقب ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع. ساكنة المدينة لم تخفي إحباطها من منتخب المدينة الذين لم يوفوا بوعودهم الانتخابية، ما جعل المدينة تتخبط في مشاكل بنيوية كبيرة، كما عابت على الأحزاب اختفاءها طوال شهور السنة وظهورها المفاجئ في فترة الانتخابات. مش حاجة نصوت على عباد الله، ما درنا حتى حاجة، لا ترخال المال لا حتى حاجة، ما كاينش لا السبيطار لا والو. المرة كانت تبغي تولد كنجيبوها على البغل، خمسة السبعة حتى السبعة تنجيبوها لهنا الزيدة. للأسف الشديد الأحزاب المغربية بحال هذاك التسجيل لمدة كان ما تيفتحوش إلا كل يوم في الأسبوع، يعني المواطنين ما تيشوفوش الأحزاب المغربية إلا في وقت الانتخابات، يعني من تقريبا من 50 ل 50 ل 60 سنة عاد تيمشي تيجيو تيهضروا معاهم تيتواصلوا معاهم. أنا غادي نتكلم على الفيلاج ديالي، مشيت المدينة أي تعساب اللي كما كنشوفوا فيه توا مرشحين ولا منتخبين جدد بزاف وكثار، أغلبيتهم كاين المشاكل طبعا، الأغلبية ديالهم ما كنلقاوش ما عطيناش شنو هاد الناس غادي يديروا، شنو غادي ننتظروا من هاد الناس، ما عمرنا ما كاينينش برامج انتخابيه، ما كنعرفوش هاد الناس شنو غادي يديروا. وفي الجانب الاخر فان ساكنه هذه المدينه التي توجد في ملتقى جبال الاطلسين المتوسط والكبير تعلق امالا كبيره على هذه الاستحقاقات. نتمنى من المسؤولين يشوفوا من حال هاد البلاد، حيت البنيه ديالها ضعيفه بزاف. بلاد زوينه تبارك الله، ما كاينش اللي يحتفظ عليها، ما كاينش اللي يهتم بها. بالنسبه لبزاف ديال الاشياء، مرافق عموميه لا توجد بالكثره، وبالنسبه للنظافه خلاص بلا ما نهضروا عليها. مدينة أزلال مازال يعني في حاجة لمجموعة من يعني المشاريع ومجموعة من المكتسبات اللي خاصة تحقق في هذه البلاد، وبالنسبة ل يعني تيرشا المحلي يعني في حاجة للناس اللي عندهم كفاءة، وكنتمنى يعني من الناس يعني يشاركوا في انتخابات ويعطيو يعني الصوت ديالهم للمرشح اللي يستحق ولا للحزب اللي يستحق. كاين عندنا حتى بعض المناطق هنا مهمشه، ما كاينش طرق معبده مثلا بحال واد الحار وداك الشيء، ما دايش. كاينين الناس اللي كيبغيو يبنيو بحال داك واد الحار وداك الشيء، يعني فهمتي بنادم مكرفس بزاف في هاد المناطق سميتو. يعني هادشي اللي كنطلبوا من المرشحين ديالنا انهم يديروا المنطقه. تعبيد الطرق، بناء المستشفيات، إصلاح قنوات الصرف الصحي، خلق فرص الشغل، هي إذن عناوين بارزة لطموحات وتطلعات شباب أزلال من المنتخبين الجدد.